شغلونا السبيكر يا شباب. أولا نحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا شرفني وزادني شرفا وقدرا. أقول شرفني وزادني شرفا وقدرا أني شفتكم يا شباب. الله جلست معكم. وهذا والله ما أتيت إلا محبة لوجيه الله يحرمها النار. الله يحبك يرفع. وأن يسددكم ويصبركم على بعدكم عن أهلكم. لأن البعد عن الأهل مهما كان طبيعة الإنسان. لا سيما أن الوالدين بعدهم. والدينكم موجودين صح؟ فبعد الوالدين مو سهل. حنا جربنا الله. يعني ثالثا لست أعلم منكم. أتحسوب أتكلم عشان أعلم منكم. أعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن فيكم وبين ظهركم من أعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله. رابعا أنتم هنا ما عندكم لا انترنت ولا جوالات صح؟ إلا من هرب. ها؟ إلا من هرب. والتهريب يجوز في بعض الأحيان. يا شيخ وش هو الجوال؟ وش هو؟ هذا والانترنت. والانترنت اللي تك 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 تك. هم الشيخ يبينون انه يعني بعيدين من زمان عنه. ايوه فانتم انتم عارفين يصير برا صح؟ لا لاني ما اقدر اتكلم وانتم مش دارين يصير برا صح؟ ما ندري التاريخ كم. ايوه فهو الشيخ يوم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل لانه طبعا يعني تكلموا اناس الله يهدينه اياهم من غير المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هبت العالم كله ليس كما قال اخوي عبد العزيز المسلمين كيد واحد لا حتى غير المسلمين من دافع عن هذا المقام مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وانا رايت وتابعت الانترنت من غير المسلمين بل حتى من اليهود والنصارى والمشركين من دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم ورد من قال هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان محمد صلى الله عليه وسلم اجمعت عليه البشريه الله. وقبل هذا زكاه رب البريه محمد صلى الله عليه وسلم فقال والنجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني كل المقام اللي محمد يحيط به سواء من الجليس او من التعليم او وهو كامل مكمل. وقال له سبحانه وتعالى بسوره القلم هذا في النجم وانك لعلى خلق عظيم مزكى ولا والذي يقرا ويتصفح خلال العمر اللي نعشته قولوا ما شاء الله عليه ما شاء الله. لان انا يا شباب يمكن بعضكم ما يعرفني لا تحسبوني اب انا لست ابا جد انا جراند مادر جراند فادر جراند مادر الجده جراند مادر الجده يعني انا جد قولوا ما شاء الله عليه ما شاء الله. يعني ودي عندي احفاد فالجيل اللي عشته من جيل الخمسينات والستينات ميلادي والهجري 70 80 90 من ذاك الوقت وكتاب الغرب والشرق يكتبون عن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ويمدحونه ويثنون عليه. وإن تكلم هذا الأخ هذا مو الأخ ناس ولا غير مسلم هذا المتكلم سواء كانت امرأة أو رجل هم أخطأوا في حق أنفسهم قبل أن يخطوا في حق محمد. لماذا؟ لأن العالم كلهم قاعد يردون عليهم وما ضره صلى الله عليه وسلم وما ضره. يعني ضربت مثال أمس في قناة فضائية وقلت لكم وقلت لهم بسألكم أنتم مثال بسيط أيهم أكبر في علم الجغرافيا أنتم درست جغرافيا النهر أم البحر؟ البحر. البحر وأيهم أكبر البحر ولا المحيط؟ المحيط. فلو وقف أحد هنا وهو ابن 5 سنوات 6 سنوات على المحيط الهندي أو المحيط الأطلسي أو المحيط الأطلنطي وأخذ حصات حصات حجر قال الحين بحوس مرير هذا البحر المحيط أبقلب كيانه. قال له يا وليدي صغير أبو 5 سنين بيش قال فالحجر أبصق الحين أطلع كل حيتانه وأسماكه وكل ما فيه. وقف على المحيط وضرب بالحجر هذا المحيط هل يتحرك المحيط؟ ولا شيء. هل درى عن المحيط؟ ولله المثل الأعلى. بل إن الحكيم الذي قال مو في المحيط يقول هو البحر أمسى ذاخرا ما يضر البحر أمسى ذاخرا ما رمى به طفل بحجر هو البحر كيف المحيط. فمهما تكلموا عن محمد بل إن الذين تكلموا عن محمد في 4 5 سنوات في 2016 15 تذكرونه بعضهم أسلم وجاء شفته بعيني وصورته جريدة عكاظ مشكورة جريدة مكة المكرمة مشكورة مدينة وهو واقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر عن سبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله. يعني سبه أسلم وجاء يعتذر عند قبره صلى الله عليه وسلم وغيره كثير. حتى نعرف واحد شيوعي ملحد يعني وصل عمره 96 يعني جيله يعني قبل الحرب العالمية الأولى والثانية كان موجود. ثم عندما قرب وأزف رحيله وهو شيوعي ومن قادة الشيوعية في العالم جاب المصحف عنده وتاب إلى الله وأسلم وتكلم وأثنى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فالذين يتكلمون عن محمد ما يضرون أنفسهم. ولأن هذا اليتيم منذ أن ترعرع وربه سبحانه وتعالى قال والضحى والليل إذا سجى ما وعدك ربك وقال وللآخرة خير ولا سوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما ويتيم ولا مو يتيم. لكن على يتمه وحداثه سنه كان عجوبه محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى يوم شافوه بعض القساوسة في ذلك العصر وهو شاب في رعن شعبه وقالوا له قالوا العم قال انت هذا الرجل في شيء مو طبيعي. يعني شافوا اثر النبوه عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن اليهود والنصارى الذين كانوا يردون محمد هم في قارة أنفسهم يعلمون أنه محمد. فمحمد مزكى ومحمد صلى الله عليه وسلم درجته عالية ويتمه لم يضره بل زاده قدرا بل كان هو كما قال أخي عبد العزيز بكلامه أنه أبو الأيتام.
اللهم صل. عندما نتكلم عن جمعية إيش؟ الأيتام. الأيتام. بل حين يوم حنا صغار بمكة في شعب عامر، أنا تربيت في شعب عامر وترعرعت في شعب عامر وترعرعت يتيما كما ترعرع محمد صلى الله عليه وسلم في شعب عامر مكة يتيم، أنا ترعرعت يتيم وأبوي مات أنا يمكن 4 أو 5 سنين. لكن هل يتم الذي كان فينا؟ يسلينا ذلك المدرس الطيب الفاضل المحترم الأستاذ الخراشي والأستاذ فواز الصيربي والأستاذ الوقاد والأستاذ مدرسينا في مدرسة الشعب ومدرسة الرحمانية. وإذا جاءوا نص الفصل أيتام أو ربعهم قالوا أنتم ما شاء الله عليكم متشبهين بالرسول صلى الله عليه وسلم، ترى الرسول كان زيكم يتيم والرسول كان يتيم، قالوا له كذا. إحنا نتحمس وإحنا إيش؟ كيف أن غرس أيتام غرس في في في, في في نفوسنا أن اليتيم بالعكس قد يكون كما قال محمد قائد الأمة وهو يتيم. الله أكبر. لذلك عندما نقول قضية اليتيم، محمد كان يتيم صلى الله عليه وسلم، بل ما منع يتمه أن يكون قائد الأمة وقائد العالم. ومنذ أن بدأ بزغ نور النبوة بمئة وعشرين وقيل 124,000 صحابي لحجة الوداع، إذا بهم يصلون الآن 2 مليار مسلم على وجه الأرض. مهما تكلموا ونحن نقول هؤلاء الذين تكلموا هداكم الله الإسلام، أرجو رجاء خاص ولعل الكلمة تصل إليهم أن يقرأوا عن محمد قبل أن يتكلموا. وأنا أجزم أنهم لو قرأوا بحق كما قرأ هذا الدنماركي اللي جاء ووقف عند قبر وسلم وأسلم وغيره، والله سيسلمون ويرجعون يعرفون قدر محمد. جزاك الله خير. الله يرضى عنك شيخ سليمان. ولا شك أنه مثل هذا الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأخير